اهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم دايت لايت حلقة النهاردة وحلقة المرة الجاية حلقتين متصلين ببعض حلقتين مهمين جدا 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 في حاجة غريبة جدا يعني هتكلم عليها معاكم ممكن تسمعوها اول مرة الدايت الكاذب او الدايت المزيف ازاي هو الدايت ده مش حاجة حلوة الدايت حاجة حلوة جدا طبعا احنا شغالين اخصائيين تغذية علاجية فشغلنا ان احنا اللي عنده سمنه مفرطه او اللي عنده مشاكل في الوزن بننقصه بس هل اي اكل هل امتناع عن انواع من الاكل هل فكره ان انا مش هاكل كذا فخس دي صحيحه هل يوجد ما يسمى بان انا اعمل انواع معينه من الدايت ده هيخسسني وهيظبط صحتي هل في حاجه اسمها كده احنا النهاردة هنتكلم عن الدايت الكاذب المرة الجايه هنتكلم عن انواع الدايت الكاذب اول حاجة يعني دايت كاذب دايت كاذب يعني انت جسمك مكون من ايه الجسم البشري مكون من اربع اشياء سوائل كتلة شحمية ولحمية وعضلية كتلة عظمية دهون الدهون غير الكتلة الشحمية اللي هي يعني النسائج الجيلاتينية في الجسم دهون هل أنا النهاردة لما أقلل من الكتلة العضلية أو النسيج اللحمي أو الكتلة الشحمية هل ده صح؟ يعني إيه أخس؟ يعني يعني وزني زيادة يعني إيه أخس؟ وإيه التخين عندي؟ إيه اللي مليان عندي؟ إيه اللي فيه مشكلة عندي؟ أول حاجة مشكلة عندنا كلنا بتبقى في الدهون طب حلو جدا ننزل الدهون ما هو الدهون نوعين في دهون ضاره في دهون نافع ايه ده يعني لازم في دهون نافعه طبعا لازم في دهون نافعه ده الجسم اساسا بيحرق دهون ده الجسم اساسا في بعض الاحيان بيبقى مرونته وقوته في ان في دهون سليمه او دهون صحيه عضله القلب مهم جدا ليها الدهون ضغط الدم مهم للدهون الشعر البشره الجلد المفاصل اجزاء الجسم كلها محتاجه دهون ده زيت الموتور بتاع العربيه ما ينفعش تمشي عربيه من غير زيت موتور بس انت ما تقفش موتور يروح مش عايز اسمها كده بالعكس ده بيقولك دايما في العربيات خلي بالك الزيت ده لو هيعمل كذا الف كيلو لازم تغيره على الف كام كي... الف كيلو لازم تاخد بالك من معدل الزيت لا ينقص ولا يزيد موضوع زيت العربيه انت بالظبط كده الدهون في جسمك موضوع. طب زياده الدهون في الجسم سمنه مفرطه ومشاكل في الدم ومشاكل في ضغط في القلب ومشاكل في الاوعيه الدمويه ومشاكل في الكبد ومشاكل في الكلى ومشاكل كل انواع المشاكل بس الدهون الضاره الدهون الثلاثيه الكوليسترول الضار طب الحل ايه؟ نمنع الدهون؟ لا ما نمنعش الدهون. في دهون صحيه. اذا كان زيت الده... الزيتون ده ماده دهنيه وبيعالج كل مشاكل الدهون. هو ماده دهنيه. طيب ليه الدهون بتتجمع؟ الدهون بتتجمع نتيجه ايه؟ انت فرضا فرضا آه بتاكل الاكل اللي هو 2000 سعره حراريه بتوع اليوم. كلت 3000 سعره حراري، 4000 سعره حراري دخلوا الجسم، الجسم امتصهم مشوا في الدم. طب ما تحرقوش في الدم، طب الدم هيعمل له ايه؟ يحصل لك تسمم يمل الدم يركزهم في مكان. اكتر اماكن تركز الدهون بتبقى على الكتله اللحميه او على العضلات. تلاقي دايما عندنا مناطق في جسمنا دايما بيتكون فيها الدهون دي مناطق عضليه طبعا كسل العضل العضله ما بتتحركش ما رياضه بيؤدي الى تراكم دهون حواليها طيب الحل الحل ان احنا نفقد دهون بس فق فق فقدان الدهون دوت بيحتاج انظمه رياضيه بيحتاج دايت مميز علشان ناكل صح جسمنا يتغذى صح ونفقد الدهون الضاره طب انا عايز اعرف ايه المفروض نعمله عشان نفقد دهون حاجات كتير قوي قلتها في حلقات سابقه من اهمها لعب الرياضه ونظام غذائي متوازن. طيب ما انت بتقول اهو دايت لا اكتشفنا ان في دايت بيمنع الدهون بيمنع الدهون نهائي ما هو فعلا اي دايت يقول لك امنع نشويات ودهون تحطش زيت ولا سمنه ولا ولا سكر ولا بقى ولا رز ولا مكرونه النشويات كلها والكربوهيدرات كلها والدهون ما دهون خالص سلطه خضراء آه وراك مسلوقه لحمه مشويه رز مسلوق رز مسلوق آه زبادي سمر آه تفاح مم. وبعدين فين الماده الدهنيه مفيش تعرفين ان في حاجة اسمها مجاعة الارانب ايه مجاعة الارانب دي ادخلوا اكتبوا على النت كده مجاعة الارانب ده خطر شديد بيسبب الانسان المهمل في الدهون الصحية ممكن يؤدي به الى مشاكل صحية خطر جدا اهمها هبوط في عضلة القلب ومشاكل انخفاض ضغط الدم وتوتر وارهاق واجهاد بعض الاحيان ممكن يغمى عليه وبيبقى شره جدا لاكل انواع معينه من البروتين لان يعني طبعا الارانب معروف ان معدل الدهون فيها 8.3 من, من الوزن فعكس اللحم البقري اللي بيوصل 38% الارانب عشان كده لحم الارانب دايما ما فيهوش دهون خالص يعني طبعا خالي من الدهون الارانب مجاعه الارانب دي فعلا مرض خطر جدا ممكن يصيب الانسان المهم في الدهون الصحيه زي زيت الذره زيت الزيتون السمنه البلدي الطبيعي اللي جايه من مكونات لبن ما نجاوب بالسمنة الصناعي اللي انا عملت حلقات كتير عنها قلت السمنة الصناعي دي خطر جدا على القلب انواع الزيوت الخليط بتاعت القلي برضو خطر طب الحل الحل مش شخص نمنع دهون نهائي في الحلقه الجايه هكلمكم عن نوع دايت للاسف هو محفز للدهون الضاره يعني مفيش حاجه اسمها نمنع دهون دي اول حاجه اتفقنا عليها فيش مفيش حاجه اسمها نمنع دهون مفيش حاجه اسمها نمنع الكربوهيدرات ايه ده يعني ايه من ده اول حاجه ممنوع العيش والرز والمكرونه ايه لا مفيش حاجه اسمها كده انا حتى في حلقاتي قلت لكم ممكن نستبدل العيش بالعيش الاسمر البلدي الماوي ممكن نستبدل الرز بالرز البسمتي حصل ما حصلش ممكن نستبدل السكر بسكر ستيفيا دايما بقول لكم في بديل لكن نمنع لا في نشويات معقده زي الفريك ممتاز هنا والشفاء بس طبعا اللي مش عنده مشاكل في القولون عشان قشره القمح نفسه ممكن يعني يحاول ما ياكلش فريك كتير انا ما قلتش نوع نشويات نهائي في انظمه معتمده عالميا ومهمه جدا وحلوه جدا اللو كارب لو لو مش نو كارب لو قليل كربوهيدرات قليله كربوهيدرات معقده نشويات معقده مش نشويات سهله الهضم لو كارب مش نو كارب عشان نفهم بس الفرق لو قليل النشويات والكربوهيدرات دي بتدينا طاقه نستخدمها في الجسم ده البنزين بقى احنا اتكلمنا عن زيت الموتور نتكلم عن البنزين مفيش عربيه ما فيهاش بنزين وهتمشي مش هيحصل ده البنزين طب ناخد نشويات مفيدة ما تتركمش في الجسم ما السكر في الدم ما تعملش مشكلة مع ضغط الدم ما تعملش مشكلة كوليسترول ضار ما تعملش دهون ثلاثية زي هي العيش الأبيض أو الرز الأبيض المكرونة كتير ناخد كربوهيدرات معقدة بطاطس مسلوقة بطاطا حلوة ممكن عيش أسمر فريك رز بسمتي ممتاز لعضلة القلب أصلاً بديل لكن نمنع الكربوهيدرات احنا ندمر الجسم بندمره البروتين الزياده هيجي لنا بقى حاجه اسمها تسمم بروتين تسمم اه تسمم بروتين دايت كده حد بعته لي جميل جدا شخص كاتبه له كان شغال في مركز لياقه بدنيه وبعته له على الصناعه التغذيه يعني ثلاث بيضات على على الصبح بدون اي حاجه غدا نص فرخه او ربع كفته او مش عارف ايه نشويات نشو دهون 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 نشويات مفيش خضروات قليله جدا هيجي تسمم دهون اول حاجه البيض الكتير ده كوليسترول ضار ده دمرنا بتاعتنا وبروتين كتير جدا يعملنا تسمم بروتين في تسمم بروتين في تسمم بروتين في انواع معينه كتير من البروتين بتعمل تسمم احنا معتمدين ان بالعكس احنا ناكل صدر الفرخ عشان بروتين كتير ومفيش دهون ناكل بيض كتير خطر خطر جدا ما احنا قلنا الدهون ممنوعه مفيش حاجه اسمها نمنع دهون عايز تخس اه انا معاك عايز تخس بس ما تدمرليش جسمك ما تدمرش جسمك مفيش حاجه كده كل ورك كل صدر ايه مشكلتك اللي بتحبه كله بالهنا والشفا بس لازم يكون فيه دهون ودهون قليله بسيطه وصحيه مش الدهون اللي في ورك الفرخه اللي هتاذيك الدهون اللي هتأذيك الزيت المقلي زيت النخيل الزيوت المغلية كتير لكن مين قالك ان الدهون كلها ضارة ما ينفعش جسمك محتاجها ما ينفعش تمنع الكربوهيدرات كلها لو كارب نقلل الكربوهيدرات ما ناكل بروتين كتير جدا ونعمل تسمم عايز تمنع سكر امنع سكر خد بديل سكر ستيفيا عايز تشرب سكر خالص ما تاخدش سكريات براحتك رغم انه ليه برضه عامل في الحرق وبيدي طاقه للجسم كان عايز تمنعه منعه بس حاول يكون فيه بديل السكريات اللي هي طبعا في الفواكه لما تاكل فاكهه او حاجه طبعا بتمد الجسم جد جدا سكريات مفيده بتديك طاقه واحنا ما وقفناش بديل دي حلقه النهارده عن الدايت المزيف الحلقه الجايه بقى عن انواع الدايت المزيف اشوفكم على خير ونعيش بصحه وعافيه